السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا في داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الإعلام المصري، وكل المصريين يتمنون تفادي المنتخب الوطني الجزائري في مباراة فاصلة. إلا وصلوا المباراة فاصلة، مصر وأنا كهدرت عليهم وعاد قال لي ما زدت شاد عليهم الحب، شاد عليهم والله ما شاد عليهم الحب. انا وعد الناس ماذا بيا مصر نلقاها ماتش دو باراج، ماذا بيا يتكاليفوا ونلقاهم ماتش دو باراج. يعني اسهل فريق كنت لاقاو به، اسهل منتخب كنت لاقاو به مصر، اسهل من بوركينا فاسو. امنوني بالله انا نشوف بلي بوركينا فاسو صعيبه على مصر. ناس قام يهضروا يقول لك بالنون، انا تبان لي بلي بوركينا فاسو صعيبه على مصر، هذه الحقيقه رانا نقولوا فيها. هذه ماناش نتبهاو ولا من عند طريق الغرور او شيء ما، ولا لا والله لا. انا كنت نهضر لكم واحد عم واحد قال لي غالط في مصر، يا ودي ها راهي مصر تلعب وقيلا خليتها البارح 75 دقيقه خاسرين 1-0، 75 دقيقه خليتهم خاسرين 1-0. والله ما نجي نقول لك شحال كملوا، دوك نقول لكم شحال كملوا، نقول لكم شحال كملوا. ما شفت 75 دقيقة وبعد ذلك ظلي نتبع فيهم مكملين مساكين، ظلي نتبع فيهم يا حسرة مصر. مصر مي كان عندهم الآخر عيسى حياته يلعب ميليو تيرا، فما كانت مصر، وما مصر وك راحت مصر. نقول لكم مصر كملت. كملوا مع جيب مع الجابون، مصطفى محمد هو اللي سجل في الوقت البدل الضائع، جيم والله لا جيم هو اللي سجل في تاع الجابون اللي سجل 63 الى كاليفاو راهو ملاح. كملوا مصارو بارع انا 74 دقيقه، راني قلت لكم هما مركوا في 71، انا يا 75 هكا ولا 76 شفتهم رابحين 1-0. فراش هكا بريمير ميطو مصاروا ولاو يعوموا، تقولهم يلعبوا كونت البرازيل. على هذيك نقول لكم انا تبان لي بلي بوركينا فاسو صعيبه على مصر. ما نعرف بولا نتبع، ما نكذبش عليكم نعرف بولا. كي نقول لك انا كي نقول لك بلي بوركينا فاسو غادي تدي 3 وتروح، مانيش غلط. راني عارف، انا نهضر كونفيون، نعرف بلي بريمير ميطو نعطوهم حبه يبردوا عليها، ودوزيام ميطو نزيدوهم فانيك زوج حبات. هذه هي دوزيام ميطو غادي يرموا بكل ثقه، وحنا غادي نلعبوا الكرات نرجعوا للخطه تاعنا 4-1-4-1. دوزيام ميطو الا كنا رابحين ندخلوا ديريكت بخطه تاع 4-1-4-1. تولي تشوف ما كيولي المنجل يهدر في يولي يهدر في الميليو تيرا، يولي يهدر راولي، قول له انت بوركينا فاسو جيت ماركي لك. هذه باش يكون على بالكم. وين تداولت هذه الايام، وين شوفوا وانا غير مصاروا ما يشكروناش، والله العظيم الشكر تاعهم فيه مشكوك، الشكر تاع مصاروا والله لا مشكوك فيه. هذه باش يكون على بالكم، شكر مصاروا مشكوك فيه. وين تداول هذه الأيام فيديوهات على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي المحلي محللين رياضيين ومناصرين مصريين يبدون فيها انبهارهم بتصاعد المستوى المنتخب الوطني 5 في عيونكم لكرة القدم من مباراة إلى أخرى، والنتائج الكبيرة التي أصبح يحققها في شتى المنافسات وكذلك المباريات الودية. حنا كيف نقول لكم، علاه نقول لكم مصاروة ما نأمنش فيها؟ علاه ما نأمنش فيها؟ نقول لك علاه مصاروة ما نأمنش فيها؟ تعقل اللي نظموا كاس افريقيا عندهم التاليه، حطوا داروا خريطه تاع لافريك، حطوا كاع المنتخبات الافريقيه اللي غادي تلعب عندهم الا الاعلام تاع الجزائر اللي مكاش. تشوف باش تعرفوا الحقيقه، علاش ما داروش الاعلام تاع الجزائر؟ باش تعلموا باللي عندهم نقطه مازالت تحرك فيهم في قلوبهم. هذاك محمد حسن هذاك مي قالوا الجزائر دارها، مازال تحرك فيهم، مازال يقارعوا لك في الدوره. هذو صح اتيلي مينا وشوف،
كنت تيليميناتي وكيفاش يدير باش ندخل من البيت خاطر هادو مصاروا راهم يلعبوا بهذه اللعبه يعني من اجل الفات النظر الافارقه الى الجزائريين باش يكون على بالكم اجمعه عادي باش يكون على بالكم ويجي النهار ويكاش واحد يخرج يطرطق لها والديها تساعدوا يطرطقوا هذا الاعلام تاعنا ولا كاش مسؤول يطرطق هذا بالطفر. وقال محللين ومناصرين مصريين ان المنتخب الجزائري اصبح مرعب خمسة في عينيكم لذلك يتمنون ان لا توقعوا القرعه مع منتخبهم في مباراتين فاصلتين مؤهله الى مونديال في مارس المقبل. يا ولاد يا ولاد يا ولاد رامسيس سيسيا يا كون البولا اللي هنا والروتور غادي وما تشقوش علينا ونعرفوكم يا اللي ما يعرفكمش انتوما لكم تشكروا في محرز اقسم لكم بالله احنا عشنا معكم 2008 2009 2010 2011 تستشواو خسرنا برومي ماتش كوب دافريك 2010 فرحتو شحاته مي قالوا له تناصر الجزائر قال لهم لو الجزائر تلعب مع اسرائيل سوف اناصر اسرائيل قالوا الجزائر فريق مسلم قالوا لا الناصر قالوا على بالي قالوا بصح الناصر يا مستو ما تعرفوهمش بس ما تعرفوش. وقبل ذلك تمنى الإعلام المعروف الإعلامي المعروف مدحي الشلبي هذا تاع شادر الجزائر هذا ولا يقول لهم مليون ونص قزمة هذا الشلبي هذا أن يحتل المنتخب المصري المرتبة الأولى في المجموعة خلال الدور الأول لكأس إفريقيا المقبلة في جونفي بالكاميرون لأن احتلاله المراتب الثانية تعني مقابل الجزائر في الدور ثم النهائي ما يجعل تأهله صعب جدا. يا ونطيحوا معاهم والروتور عندهم فماك يا وليد لو كيما سمع اعلام مصري شنو يقول هادو لا يقول يا سمع راهم خايفين منا خايف منك راه كل شي بيدك كل شي بك فين الطريق يطيح والله فين الطريق يطيح هذاك غلط على ذلك حنايا المهم حنا نشوف انا راني نشوف المستوى تاع مصر المستوى تاع مصر كيما لعبوا برومي ماتش وشتهم كونتر البارح قالوا قال لي زاو حتى دقيقة طويلة والله العظيم يلعبوا لنا ذاك اللعب كل جوال نلعبوا له في داره ونربحوه كل جوال نلعبوا في داره ونربحوه والله لا نربحوهم هذو نورمال نربحوهم بطريقة يعني استعراضية وما لهم خايفين على ضروري يقول لك عندنا نحوزوا كلاسو مع خمسه غادي كوب دافريك على غادي تجي صعيبه وفيها الكولاسه علاه كاين منتخبات اللي غادي يتاهلوا غادي يحوسوا باش يكونوا في الدومي فينال هذه حذاري من هذه كوب دافريك هذه ملغمه هذه كوب دافريك والله لا ملغمه خاطر علاه كاع يحوسوا المنتخبات اللي يكونوا متاهلين كاس العالم غادي كاع يحوسوا يكونوا مع خمسة الأولى ما هي سهلة والله ما هي سهلة حزوا روحكم برك حنا هذا منتخب وطني ومن حقي نهدر من حقي كل واحد يقول لي انت عايش في المصاروة انا عايش المصاروة انا ما عايش المصاروة انا نقول لك شتا كاين ماشي انا عايش في المصاروة ما انا عايش مصاروة مصاروة انت كنت تعقل لهم قول لي شحال عندك من عام ولدي نقول لك مصاروة اش داروا في 2009 غير هنا ماشي من 1909 هذه في 2009 غير هنا يقول لي شحال عندك من عام ولدي ولا لا زايد في 2000 ولا 2002 روح زيد تقسي حنا ولينا نقعدوا نتبعوا فيهم من المغرب وحنا نتبعوا فيهم حتى الثلاثة تاع الصباح شتا يهضروا قال وسائل الاعلام تاعهم شتي يقولوا قلبك يطرطق الا كان عندك القلب صحيح وعندك الوطنيه وتغيظك الجزائر ويغيظوك وداير في راسك بلي ذي الاعلام هو اعلامك الحقاني ورابط حاجه في راسك بلي الشرف تاعك هما الشهداء والرموز الجزائر والله العظيم تطرطق عليهم بصح الا قلب بارد قلب قسعه الا القلب قسعه واش باين لك تقول لي بلاك تعرف مصاري انا ينعقل عليهم على ذلك ما نأمنش فيهم ما نأمنش والو انا ضد تاع واحد يقول لي لا خاو مكاش في البوله مكاش خاو هاكا خاو بصح في البوله مكاش خاو
ويلي غادي اللي يجي اللي يجي بغي يجينا خاونا هنا نقلبك نكميك ومن بعد خليني تن نربحك ونروح كوب دي موند وديرو حملة اللي بيديرو باللي خاو.